بسم الله ما شاء الله، نقول لكم السلام عليكم على حافة قمم جبال الأندلس. من القمم يا أخي، والله من القمم، شاهد القمم هناك بالأسفل فراغ، خلاص فراغ، أنا أشاهد ضوء السيارة لكن فراغ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله، شاهد الأسفل، شاهد شاهد الأسفل، شاهد الأشجار، ربما شاهد الأشجار، نحن على الحافة، الأشجار أسفلنا. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. هذه المناحل ليس بها تغذية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. شاهد الصفوف عندنا، شاهد الصفوف، مناحل عالي الجبال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه. اليوم كان العمل الأول الذي قمت به البارحة ضغط الخلايا مرة أخرى في بعض الأماكن، هناك خلايا للضغط، هناك خلايا للعاسلات، الحمد لله. عم شغلت ما فيه الكفاية، لكن الحمد لله هذا ما نصف المنحة الآخر، نصف المنحة الآخر كما أقول، نصف المنحة الآخر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله. شاهد أخي الكريم، لو تمعنت في الخلايا لازالت بالتشتيت، شاهد بوابات الخلايا، شاهد بوابات الخلايا عندنا لازالت بالتشتيت زرقاء. لماذا؟ لأن هناك برد في الجبال، برد في الجبال. معنا سنصور لكم بالنهار إن شاء الله، فنحن بالليل نحرس، نبات في الليل حارسون، كما قال الأخ مفيد، قال لهم جلال البيضاوي هذا حارس ليلي للمناحل. أنا أخي أعمل في المناحل حتى ينزل الليل، لكني لست حارس ليلي على اليوتيوب والفيسبوك وحارس كذا، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أتمنى إخواني أن إن شاء الله تكون سنة خير، أتمنى أن تكون سنة رزق. فالنحالون نحن معروفون، معروفون الحمد لله، لسنا من أصحاب السرير. شاهد الرطم، شاهد الرطم، شاهد الرطم، شاهد الرطم كيف ستأكله السيارة، أصفر، لربما النحل فيه ليلا، والله لربما النحل فيه ليلا لو كانت درجة الحرارة، لكن مشكل عندنا البرد، عندنا البرد، عندنا البرد بالليل، وهذا البرد معروف، برد الجبال في الليل بارد جدا، وفي النهار معتدل، الجبال لا تتعدى 30 درجة، ولا صيفا ولا كما نقول، لو كانت عندنا 50 في لوخة فالجبل فيه 31 32. بسم الله ما شاء الله، هذا الرنين يزعج، اعذروني اعذروني اعذروني، جزاكم الله خير، اعذروني لأنني سأنزل الآن، لذلك لم أضع الحزام، لكني سأسكته الحمد لله، أسكتناه، علي أن أنزل لكي أفتح البوابة، بوابة المنحل. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والله نزلت بملابس النحل لأن عمل هو هذا. نسيت نسيت البوابة، يلا إن شاء الله نلقاكم، سأدردش، أعطوني دقيقة ودردش وأعطي بعض الكلام، دقيقة قفل البوابة. هذه الأماكن ليس فيها تغطية إخواني، اعذروني، لذلك لا أستطيع وضع دردشة لا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب بالمباشر، بمعنى هذه الأماكن مقطوعة الاتصالات،
مقطوعة الاتصالات، لكن الحمد لله قضيت يومي كما أقول من دون هاتف، بمعنى عندما أكون في الجبال ليس لي مجال ولا لمشاهدة الهاتف. دقيقة أقفل الباب. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى. إخواني كما كنت أتكلم، الأعمال التي نقوم بها الآن ضغط ضغط دائما ضغط دائما ضغط. لماذا الضغط؟ لأني لا زال الفرز عندي بعيد، عندي وعندك، عندي وعندك. أقول لك الآن العسل مع هذه المنخفضات الجوية ومع هذه الأشياء، النحل استهلك شيئا من العسل وبدأ يضع في النستر، بمعنى العسل أصبحت مرة أخرى بالرطوبة. ماذا سنفرز؟ رطوبة؟ بمعنى لا نكذب على الناس ولا نبقى يقول الناس كذا وكذا. أقول لك كما عندي كما في كل إسبانيا وكل شمال إفريقيا، العسل لا زال لم ينضج ب 12-13 درجة في الرطوبة. جودة العسل، نحن لا نتكلم على الرحيق، لا نتكلم عن العسل. العسل لا زال لم ينضج، لذلك النحل الآن ماذا علينا أن نفعل؟ أن لا نجعل النحل يغلب على الملكة، ونريد أن تبقى الملكة في قوة على النحل، لأن ما زال المرعى هذه شهادة المنخفض، وهذه الأمطار الحمد لله التي قاعدة جاءتنا ستأتينا بالرزق إن شاء الله، إن شاء الله. وأنزلنا من السماء ماء فأحيينا به الأرض بعد موتها، هذا هو الموجود. لكن لا تجعل التغذية بمعنى تخوفك أن يستهلك المخزون وتغذي وكذا، كلام هذا مفيد وكلام هذا سيدي عليه، هذا فقط أصلا هم ليسوا مربين نحل وليسوا منتجين عسل ولا يسترزقون الله، شيء جميل في الدورات التكوينية، لكن حتى الدورات التكوينية ليست في المستوى، ليست في المستوى. أنا شاهدت مقطع لهذا سيد علي، كل المقطع ونحن والمدخنة ودخن ووقف أمام المدخنة وعليك بالتدخين، بمعنى الكلام كله دورة تكوينية عن المدخن. في الأخير نرفع إطار ونقلب إطار هكذا وهكذا بالشمس من خلف ظهرنا، هذه الدورة التكوينية. أتمنى أن أجعل دورة تكوينية على المباشر إن شاء الله أونلاين بالمجان. سأحاول أنظم وقتي وأجعل كل يومين بمعنى يوم نعم ويوم لا، ساعة بالمباشر كبداية للنحال مبتدئ، من الوضع الخلية ومن الفحص ومن كذا، لأن الفحص أول شيء يجب أن يتعلمه المبتدئ. لماذا تفحص؟ ليس الفحص الدخان، وارفع الإطار، وإن كانت الشمس يعطي الشمس ظهرك، بمعنى أنت سافر أنت والإطار واترك الخلية في الدل، ابحث عن الشمس. هذا ليس هو الفحص. وطريقة الفحص أن تقلب الإطار هكذا وهكذا، أنا لا أراها بمعنى طريقة جيدة. أول إطار ترفعه الذي رفعه في هذه الدورة، هذه حفنة نحل، لكن لا ترفع الإطار أول إطار بمعنى اتركه على الجانب، واذهب مباشرة إلى صلب الموضوع، إلى الحاضرة. لكن لماذا تفحص؟ أول شيء يجب أن يتعلمه النحل. لكن هذا الأشياء نحل أنه يجب فقط في تطفل أن يفتح الخلية وأن يقول لك فتحت وفحصت وقمت بالدورة وقمت بكذا، لكن أين هو العسل يا أستاذ مفيد؟ ولا رأيناك بالعسل، تضعهم فيديوهات ربما لنحال آخرون، لأن منشوراتهم الآن أصبحت أستنتج ليس لهم مباشرات، لا يتوفرون على المباشرات، يتوفرون فقط على الفيديوهات مفبركة مقطعة، بمعنى هذا الذي يتوفرون. تدخل إلى صفحاتهم لا يوجد مباشر لا للقسمة ولا للفرز، كله فيديو يقص ويقسم ويقطع ونقطع. الحمد لله أن يفتح لك الخلية على المباشر، ولو كان عندي التغطية الآن لوضعت لك هذا الكلام على المباشر. الحمد لله حراس ليليون، الحمد لله نعمل من الصبح من شمسها إلى شمسها.
بمعنى منذ صعود الشمس إلى غروب الشمس، ونحن في المنحل. ليس منحل، أنا دخلت على منحل آخر اليوم حتى جاءني حارس الغابات أن هناك يوم الصيد. لما كنت أعرف أن هناك يوم الصيد عندهم في تلك المنطقة، وماذا فعلت؟ غادرت المكان. قلت لا لا، قال لي لو كان من الممكن أن لا تلمس الخلايا اليوم لأن هناك الكثير من الناس تصطاد مشيا. لا لا لا، لا نلمس ولا خلية، لا، احترام واجب عادي. وانتقلت إلى منحل آخر. أقول لك الآن أنا ماشي بالسيارة 12 درجة برد برد، يعني 12 درجة الآن. عندما نقول 12 درجة نقول 5 درجات ليلا، لأن هذا الآن نحن كما نقول 10 ليلا حتى تصبح الثانية أو الثالثة صباحا. هذا لا تغطية ولا هذا لا يعني لا حرارة ولا شيء، برد. لكن النحل الآن أنا شاهدت فيه، أقرأ النحل، أنا من الناس التي أقرأ النحل، ما زال المنخفض الجوي طويل، ما زال عندنا منخفض جوي طويل طويل، بمعنى ليست تلك الأمطار، لكن هناك تقلبات رعدات، يوم في الصباح ربما دافئ، بالليل بارد، بالليل بمعنى تقلبات جوية. هذه التقلبات يقرأها النحل، ما زالت الملكة في الوضع. ضغطت بعض الخلايا قبل البارحة عندما وقعت علي الأمطار، كنت ضغطت بعض الخلايا، مررت الآن هذا المساء وما شاهدتها، مط النحل وباضت الملكة. الله أكبر، بمعنى هذا ماذا يدل؟ على أن هناك لا زال هناك الماء. الله قال أنزلنا لكم من السماء ماء فأحيينا، بمعنى الحياة موجودة الآن، الحمد لله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تستعجلوا ولا تيأسوا ولا تسمعوا كلام الدورات التكوينية والكلام الفارغ، اسمع كلام الحقل واسمع كلام خليتك. فالعسل لا زال وقت العسل، لا زال لم يصل وقت العسل، لكن بعض الناس لديها اللهفة ولديها بمعنى السرعة، تريد أن تفرز لكي تنقل أو ترحل أو، ويا أخي لما نرحل هذه السنة فرزنا مرة واحدة وكانت فرزة رائعة، أفضل، قلت مصاريف، قلت تهراس الصناديق، تهراس السيارة، تهراس النحل، سرقة المناحل، موت الملكات في الترحال، أمراض، اكتضاض وفاروة، بمعنى لا ترحل وانتج عسل في مكانك. لأن سأقول لك كلمة، كن على يقين، إن باضت الملكة في هذا المكان من دون تدخل ورفعت من الحضانة في هذا المكان من دون تدخل، فهذا المكان هو رزقها، ففي هذا المكان علمها الله وأعطاها الوحي لكي تبيض ولكي تجمع لك العسل في هذا المكان. لكن الناس لا تفكر بهذه الطريقة، يقول لك فقط ذهبوا للزقوم وذهبوا للسدر وذهبوا للزعتر وذهبوا ويذهبوا وكذلك. لأن كما قلت دائما مشاكل تربية النحل هي سوء التسيير في المناحل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نجري ليلا ونهار، الحمد لله. كما أقول، من قال لساني طويل وذراعي قصير، سأقول لك شاهدني ليلا ونهار وأنا أركض، ذراعي أطول من لساني، لو كان ذراعي مثل لساني يا سلام. لكن الحمد لله، الكل يعرفنا والكل يحبنا ونحبه لله في سبيل الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. العلاج ثم العلاج، المياه وثم المياه. الآن النحل لا يستهلك كثرة المياه، لأن هناك هذه الرعدات، هناك مياه في كل مكان. النحل يحب ماء المطر، ولو عندك ماء في المنحل كن على يقين، فقط تقع التساقطات النحل يذهب مهرولا إلى تجمعات المياه في الأرض وكذا، ويحب هذا الماء بكثرة، الحمد لله. لكن نحضر الماء للنحل بغزارة، رأى إنتاج وفرة العسل هي وفرة المياه، وفرة العسل في المناحل هي وفرة المياه في المناحل. لأن نكون على يقين أن الخلية الواحدة تستهلك في اليوم الواحد ما بين لترين إلى 3 لترات ماء يوميا. ستقول لي كيف تستهلك؟ أنت إنسان وتستهلك 5 لترات في اليوم صيفا، كيف تستهلك؟ لأن هذا
تصودها عرقا او تتبول او كذا او كذا. النحل كذلك، النحل يستهلك هذا العسل كرطوبه، يستهلكها في العسل، الماء يستهلكها في العسل، يستهلكها في الرطوبه، يستهلكها في التبريد، يستهلكها مثل اي شيء، لان الماء هو الحياه، الماء هو الحياه. وفي الصيف النحل عوض ان يبحث عن الرحيق ويبحث لك عن العسل، سيبقى يبحث عن الماء. لكن اذا وفرت له الماء وفرت عليك نصف الانتاج مضمون باذن الله، باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم احفظ الجميع، واللهم ارزق الجميع ان شاء الله، ان شاء الله سنه رزق وسنه خير. ساحاول توقف الفيديو لكي لا يكون طويل ولا اكون ثقيل عليكم. اذا اعجبتكم النصائح واعجبتكم فيديوهاتنا فما عليكم الا ان تفعلوا الجرس. هذه علمني مفيد، مفيد علمني هذا الكلام، ان تعلمني ان اضغط على الجرس، اضغط على الجرس وضع هذا الاعجاب لكي تصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. احبكم في الله، يا معشر النعالين احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.